للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، يعني بعد التحية، مصر دائما موقفها ثابت وموحد تجاه القضية الفلسطينية، دائما ما تعتبر هذه القضية هي قضية القضايا، دائما ما تقف إلى الجانب الفلسطيني وتواصل جهود مستمرة لإنهاء الحرب على غزة. قراءتك للدور المصري في هذه الفترة تحديدا، وخاصة تأكيدها على ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل شامل وعادل. مصر دائما تقف بجوار الأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، سواء في فترات سابقة تاريخية نقدر نقول منذ عام 1948 وحتى الآن، وفي هذه الأزمة التي تتعرض لها غزة من اعتداء إسرائيلي وحشي على المدنيين في قطاع غزة. نعم. الثوابت المصرية في هذا الشأن هي تتمثل في حماية المدنيين، إدخال المساعدات الإنسانية، وفي نفس الوقت أيضا مصر بذلت من خلال دبلوماسية القمة ومن خلال المؤسسات المصرية المختلفة أدوار مهمة من أجل العمل على الوصول إلى التهدئة وتحقيق الاعتبارات الإنسانية ومواجهة مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على مواجهة ما يتعرضون له من حصار وعلى مختلف المستويات. مصر أبدت دائما وجهة نظرها في هذا الشأن وثوابتها، وهي رفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، وفي هذا أيضا بيتفق الأشقاء الفلسطينيين مع وجهة النظر المصرية، فهم يرفضون التهجير إلى أي مكان آخر. أيضا مصر بتدافع دايما عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. استقبلت مصر العديد من المصابين والجرحى الفلسطينيين، صحيح، وتم علاجهم في المستشفيات المصرية. مصر عملت دوما على أن يظل معبر رفح مفتوحا لإنفاذ المساعدات، وكانت العقبات وكانت الأعطال تأتي من الجانب الآخر. يعني استكمالا لما ذكرت أيضا دكتور إكرام، مصر منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وبشكل خاص التصعيد الإسرائيلي الأخير بتواصل دائما الجهود الدبلوماسية ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب على غزة. قراءتك لهذه النقطة تحديدا؟ طبعا دي نقطة مهمة قوي الحقيقة في إطار التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على مختلف المستويات، وشوفنا ده بيتضح بصفة يعني جلية في دبلوماسية القمة وفي التواصل بين السادة الرئيس وبين قادة وزعماء دول العالم، وأيضا اتصالات وزارة الخارجية مع دول العالم المختلفة من أجل العمل على إيقاف هذا الاعتداء الوحشي، ومن أجل أيضا تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. ودي وجهة النظر المصرية أن يكون هناك أيضا أفق سياسي لتحقيق الدولة الفلسطينية. وشفنا أن مصر كانت لها يعني ثوابت في هذا الإطار. نعم. يبقى مصر بتتحرك إذن على أكثر من مستوى في هذه الأزمة، سواء على مستوى دبلوماسي أو على مستوى إنساني أو على مستوى قانوني. شفنا المرافعة المصرية في محكمة العدل الدولية، شفنا المذكرة التي تم تقديمها من جانب مصر. إذن مصر لا تألو جهد وعلى مختلف المستويات. نعم. للوقوف بدوار الأشقاء الفلسطينيين في الدفاع. نعم. عن حقوقهم المشروعة، وحذرت أيضا من خطورة أن تتدهور الأوضاع وتنجرف فيها أطراف. نعم. أخرى إقليمية إذا لم يتم خاصة مع التصعيد الأخير. أشكرك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.